ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال فقرتنا المتنوعة وبحضور في موعد ثابت الدكتورة صابرين الشيوي، طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري، أخصائية في التغذية وفي الحمية الصحية. أهلا بك دكتورة صابرين. أهلا بك سناء، أهلا بميد راديو، أهلا بالمستمعين الكرام. الله يبارك فيك، مرحبا. اليوم غادي نتكلموا موضوعنا الطبي حول انقطاع الدورة الشهرية. غادي نعرفوا معلومات مهمة جدا، لا سواء يعني لحسب الصحة ديال المرأة في هذه الفترة ولا التغذية المناسبة للسيدات اللي انقطعت عليهم الدورة الشهرية. فأكيد على أنه السيدات في سن معين كتنقطع عليهم الدورة الشهرية اللي كنسميوها لامينوبوز، يعني سن اليأس من الإنجاب من المحيض، يعني ما كتبقاش تجيها الدم، ولكن ماشي سن اليأس المرأة، لأنه المرأة تبارك الله عليها يعني كتعطي في جميع مراحلها العمريه، يعني حتى لاخر نفس، كزوجه كأم كفاعله في المجتمع. فبغيو نتكلموا شنو هو الا بغينا نقولوا انقطاع الدوره الشهريه، لانه بزاف ديال السيدات لربما كيوصلوا لواحد السن متقدمه كتبدا تنقطع عليهم الدوره واحد شهرين ربع شهور مثلا، وفي واحد الوقيته كتعاود ترجع تيقولك لا راه حنا باقي ما وصلناش يعني لا فريمينوبوز. اييه، فنبغيو نعرفوا معلومات اكثر. داكو alors alors كيف ما قلتي effectivement انا ضد هذيك لابيلاسيون ديال سين الياس باسكو ما كنيأسوش من الحياه، ما كان ديما يفو فيفر افيك ان اسبوار افيك افيك امل alors هذاك سين الياس منين جات هذيك لا نومونكلاتور جات من الايه الكريمه اللي كتقول ولا يئسنا من المحيط ولكن alors خداو هما ديك يئسنا و ايزون بازي sur ça يعني المرحله العمريه من المحيض، فوالا هو سن ياس من المحيض. صافي دير كو المراه كتي اس من الطمث اللي هو العاده الشهريه، كتي اس من الانجاب، كتي اس من وجود اطفال مره ثانيه في حياتها فوالا، مي ما كتيش من لا في ان جينيرال، من الحياه، باسكو كلشي كيستمر، باسكو هي كتبقى يعني الى عرفات كومون ديريجي هذيك الفتره العمريه فهي كتبقى في صحه جيده، بالعكس تقدر ميم تجيغي لا مينوبوز احسن من افون. الوغ الا بغينا نعطيو واحد التعريف بعدا ديال الدوره الشهريه ولا ديال الطمث، هو واحد الكميه ديال البويضات اللي كتخزن في المبايض، عندنا واحد الكميه البويضات اللي كتخزن في المبيضين عند المراه من يلا كتبلغ. وي من يلا كتبلغ ايفيكتيفمون، من يلا كتبلغ. الوغ عندنا واحد الغده اللي هي الغده النخاميه، الوغ كتفرز لينا واحد الهرمون اللي هو لا اف اس اش ولا ال اش. الوغ الاف اس اش والال اش كتفرزهم الغده النخاميه اللي عندنا في يعني في لاتيت ديالنا ديال النساء. الوغ كيتحكموا هذوك الهرمونين بجوج في الرحم، كيعطيو لا كوموند ديال الرحم بانه خصو يفرز لينا الاستروجين والبروجستيرون، وعن طريق هذيك الافرازات ديال الاستروجين وديال البروجستيرون وديال التغييرات ديالهم، حيت الاستروجين كيتفرز واحد المده معينه من لو سيكل ولا بروجستيرون كيتفرز من واحد المده معينه في السيكل الثاني، كيعطينا امكانيه حدوث فيكونداسيون، امكانيه حدوث الاخصاب. الوغ التعريف ديال لا مينوبوز شنو هي؟ لا مينوبوز هي بان توقف المبيض عن اطلاق البويضات لمده تقدر ب 12 شهر. صافي دير كو مع مرور مع لا في يعني مع مرور السنين فالبويضات غادي ينقصوا. داكشي علاش كنقولوا للسيدات مثلا بان الا بغاو يحبلوا خصهم يعني ديرنييرمون ولا كنقولوا لهم خصكم تعرفوا شحال لو كابيتال ديالكم، يعني شحال باقي عندكم ديال المخزون ديال البويضات، المخزون ديال البويضات، لان افيك السن غادي ينقصوا، هذا هو لو سيكل دو لا في، هذا هو مسار الحياه. غير ان بان لا مينوبوز هي انه كيتم توقف تام، يعني المبيض ما كيبقاش يطلق دوك البويضات، ديك لا اف اس اش والال اش الهرمونين اللي كيفرزهم الغده النخاميه حتى هما كيهبطوا، وبالتالي فهما كيصيفطوا السينيال بان ما كتبقاش تفرز الاستروجين والبروجستيرون، دونك ما كيبقاوش عندنا هرمونات انثويه اللي كتحكم في الرحم. هذا هو التعريف ديال لا مينوبوز. وكنشدد على لو فات بانه هو انقطاع الدوره الشهريه وانقطاع الطمث لمده 12 شهر، لان الا انقطعت على السيده 4 شهور ولا 6 شهور ورجعت ما كنعتبروهاش اون مينوبوز. مي لا فري مينوبوز هي اللي كتكون بوندون 12 شهر، يعني كتكون حاله كامله. صافي 12 شهر كنعرفوا لانه صافي راه ايفيكتيفمون، وكتبدا بواحد لي سيمبتوم، واحد الاعراض اللي غادي نعرفوه معاك تفضلي دكتوره. على حد كاين الوغ كاين لا مينوبوز. شنو هي مينو؟ مينو هي هو الاسم ديال بالاغريقيه ديال الدوره الشهريه، وبوز يعني توقف. كاينه لا بيري مينوبوز، كاينه لا بري مينوبوز، وكاينه لا بوست مينوبوز. الوغ لا بري مينوبوز هي الفتره اللي ما قبلها،
هذا القطاع ديال الدورة اللي كتكون فيها واحد الأعراض اللي كتقدر تستمر بين 4 سنين في 8 سنين. يعني عندهم أعراض مختلفين، هما كيتشابهوا شويه في الاعراض. مثلا السيده تقدر لمده 4 سنين وهي مازال كتجيها الدوره الشهريه ومازال عاديه، مي عندها اعراض ديال بريمينوبوز، يعني ما قبل المينوبوز، يعني 4 سنين قبل، يعني بحال كتستعد الجسم ديالك يستعد انه باش شنو هاد الاعراض بالتحديد. مثلا اولا تغيرات الدوره الشهريه، صافي كتبدا تجيها بمجهده، يعني بواحد الشكل اللي هو غزير، واحد الشكل اللي هو خفيف مده اطول، يعني اما دم كتير اما دم قليل مده طويله. مده طويله مثلا كان لو سيكل ديالها 5 ايام ولا 6 ايام غتبدا تلاحظ بان غادي كيطوال. الوغ من بعد كتولي كتجيب صفه متقاربه، يعني مثلا تقدر تجيها لو سيكل كيكون في 28 جوغ كيقول كيولي 21 يوم ولا 15 ولا 16 فوالا. الوغ ابري كتبدا تختفي، يعني ما غاتجي شهرين 3 شهور، ما غاتجيش واحد 3 شهور 4 شهور. هذا هما لي تروبل ديال سيكل، الاضطرابات الهرمونيه الاوليه اللي كتكون في البريمينوبوز اللي كدير لنا تغيرات الدوره الشهريه. كاين اوسي الهوت فلاشز، الهبات الساخنه، يعني لي بوفيت شالور، هادو كيكونوا ما قبل لا مينوبوز وكيكونوا وسط لا مينوبوز وكيكونوا بوست مينوبوزيك، يعني ما بعد لا مينوبوز، اللي هي اللي كتكون اوسي لان دي بروميير موتيف دو كونسلطاسيون. سافو دير كو الناس كيجيو يدوزو سورتو لان كيحسوا بداك الفلاش، يعني واحد الصهده كتجيهم، وي هو واحد الشعور بالحراره، واحد التعرق، يعني مثلا السيده كتكتشف بان كاين البرد، افراد الاسره كيتغطاو بان كوفيرتور وهي يعني ما كتقدرش تدير اكثر من لو دغا، يعني خصها ما خصهاش تسخن بزاف لان ديجا هي حراره الجسم ديالها سخونه. الوغ كاين التعرق الليلي، يعني الشخص او السيده كتفيق الصباح بحويجاتها كلهم فازقين بهذاك بالعرق. كاين صعوبه النوم، بيان سور هاد صعوبات النوم كتجيب نوع من الارق، كتجيب نوع من التعب والاعياء. كاين صداع نصفي، كاين تغير المزاج، وغالبا كيبان على شكل قلق ولا شعور بالاكتئاب. الوغ هادو بالنسبه للاعراض اللي كيكونوا قبل المينوبوز، واحد 4 سنين قبل ما المينوبوز، كيكونوا في لا مينوبوز وكيكونوا بعد مينوبوز. دونك هادو اعراض ديال الاضطرابات الهرمونيه. بالنسبه ملي كتدخل السيده في هاد الفتره ديال لا مينوبوز كتظهر واحد الاعراض اللي هي مصاحبه. الوغ مثلا اضطرابات الذاكره، القدره على التركيز، ما كتبقاش تقدر بي باس كونسونتري. الوغ كاين خفقان القلب، يعني لي بالبيتاسيون. علاش؟ لان الاستروجين فهو كيساهم في هضم الدهون وكيحافظ على سلامه عضله القلب. دونك ملي كينقص الاستروجين كينقص معاه هذاك لا ديفونس، المناعه ديال الاوعيه الدمويه. دونك كيولي الشخص اكثر عرضه للهارت ديزيز، الامراض القلبيه. كاين نقصان او تراجع الكتله العضليه، يعني سكون ابل اون اميوتروفي، داك العضل لو موسك ديال السيده كيبدا كيذوب. داكشي علاش كتلاحظ بان تحتمل لي بغا ديالها بحال ترى واحد النوع من الترهل، يعني ولاو الدرعان ديالها شويه نازلين ولا او نيفو دي كويس، لان العضل ما بقاش مزيان. داكشي علاش كنصحوهم قبل لا مينوبوز يمشيو يديروا اون كونسلطاسيون دو نوتريسيون عند طبيب مختص في التغذيه اللي عنده واحد لاباغيل سميتها لامبيدونسميتري، اللي كيعبر بالضبط شحال لا كومبوزيسيون التكوين ديالها ديال العضل وديال الماتيغ غراس، باش يقدر يخدم على لا ماتيغ غراس ويعطيها الاكل المناسب بان تحافظ على العضل ديالها قبل ما تدخل في لا مينوبوز، قبل ما يطرى لها داك الوهن العضلي، لان ديك الساعه ملي كيمشي العضل صعيب بزاف باش ترجعوه. فوالا مازال يعني الدهون كيسهل من العضل نو. الوغ كاين اوسي الاصابه بالالتهابات المسالك البوليه بشكل متكرر، يعني لي زانفيكسيون اورينير، عدم القدره على السيطره على البول، او سكون ابل السلاسل البولي. علاش؟ لان الاستروجين ملي ما كيبقاش داك الهرمون الانثوي كيدير لنا واحد الضمور ديال الغشاء ولا جدار المتانه، دونك الجدار ديال لافيسي ما كيبقاش مزيان، دونك ما كيبقاش قابط لينا داك بحال الاول. واوسي كتكون المراه اكثر عرضه للالتهابات. علاش كتكون اكثر عرضه للالتهابات؟ لانها مع لا مينوبوز مع لو فات كيمشيو هذوك الهرمونات الانثويه، فهي كتولي عندها واحد الجفاف في منطقه المهبل، مع شعور بالالم، شعور بالحكه. دونك داك الجفاف نتيجه الافرازات اللي ما كيبقاوش بديك الكميه اللي هي خاصها تكون نورمال، فهما كيخليوها اكثر عرضه لجميع انواع الالتهابات، سواء التهابات بوليه للمسالك البوليه ولا التهابات مهبليه ديزانفيكسيون جينيكولوجي. داكشي علاش انه كتوصل حتى كتولي تمتنع على العلاقه الحميميه مع الزوج، وكتسبب يعني في مشاكل. ف
فداكشي علاش حيل انه كاين حلول طبعا يعني احنا غادي نتكلموا عليهم ان شاء الله. افكتيمون داك الجفاف ديال المهبل كيدير لها واحد الشعور بالالم والحكه دونك الانزعاج عند الجماع يعني ما كتبقاش يعني كترغب في لو رابور علاش لانك يكون مصاحب بالالم واخا وكذلك بالنسبه يعني دائما ملي كتسن المراه ملي كتوصل لسن معين وهذا انقطاع يعني الدوره الشهريه ولا المحيض كتولي عندها مشاكل حتى يعني على مستوى العظام وي هشاشه العظام وغيره ونتكلموا على هذه النقطه لانه السيدات ربما تيغفلوا عليها. الوغ ايفيكتيمون سي كو لوستروجين يعني هرمونات الانثويه شنو كدير لينا كدير لينا هي مسؤوله على كثافه العظام يعني هي مهمه بالنسبه لصحه العظام هي كتدعم هذوك الخلايا المكونه لي زوستيوبلاست كدعمهم باش كيزيدوا من كثافه العظام. الوغ ملي كنزول لوستروجين الى مينوبوز ما كيبقاش فيها لوستروجين دونك اوتوماتيكمون دوك العظام ما كيبقاش فيهم ديك كميه الكالسيوم داكشي علاش النساء كيوليو اكثر عرضه للكسور في منطقه الحوض والعمود الفقري ولا طرات لهم اون شوت كيصعب علينا الشفاء منها لان ما كيبقاش عندهم داك المخزون ديال الكالسيوم. دو لانتيغي ان السيده في الثلاثينات والاربعينات خاصها تحرص على المخزون ديال الكالسيوم وديال فيتامين دي دونك لا مينوبوز سا بريبار سورتو كو يعني او باسي يعني في الماضي كانت لا مينوبوز نورمالمون المتعارف عليها كتبدا من 45 53 54 سنه هذه هي اللي ولات دابا عندنا واحد المشكل وافكتيمون عندنا واحد المشكل اللي هو شويه ديفيسيل سكي ولات لا مينوبوز مبكره يعني ولات لا مينوبوز يعني كيجيو عندنا في العياده كنلقاو دي جون يعني اللي عندها الثلاثينات هادو حالات خاصه بيان سور مي دابا ولات بلوس فير 45 عام 44 عام علاش نظرا لان كاين اسباب جينيتيك يعني مثلا كتلقاي اسر فيها لي كوزين فيها لي طونط اللي جاتهم لا مينوبوز مبكره يعني في الجينات. كاين اوسي اسباب ديال التغذيه داروا واحد الدراسات لقاو بان النساء اللي كيتناولوا اللحوم بكثره اللي هما اونت بارونتيز كارنيفور يعني اللي كياكلوا اللحم بزاف ولا النساء اللي خداو حبوب منع الحمل واحد الفتره اللي هي طويله يعني خداو هرمونات هذوك هما النساء اللي كيتمشي عليهم الدوره الشهريه بواحد الصفه اللي هي مبكره. كاين اوسي المراه المدخنه لان لا نيكوتين كتضايق الاوعيه الدمويه فكتجعل الاوعيه الدمويه كتكبر من الوقت كتشيق من الوقت الوغ الى كبرنا الاوعيه الدمويه درنا ضغط على القلب فاوتوماتيكمون هناك ضغط على الهرمونات. كاين اوسي لي فام اللي عندهم مشاكل ديال الغده الدرقيه الوغ لي فام اللي عندهم الغده الدرقيه اوسي هما اكثر عرضه لا مينوبوز كي بريكوس. واخا وحنا كنتكلموا اليوم على يعني انقطاع الدوره الشهريه بعد ما تكلمنا على الاعراض وبزاف ديال المعلومات اللي هي مهمه جدا للاسف كثير من السيدات اللي كيف قلنا في الاول كتنقطع عليهم الدوره الشهريه كيعرفوها كتقول صافي انا ما بقاش يعني غادي نحمل يعني الامور هي هذيك فكتقول لك صافي ساليت يعني ما عندي لاش غادي نرجع للطبيبه ديالي او للطبيب ديالي وندير استشاره طبيه في حين انه في هذه المرحله بالتحديد يعني بعد انقطاع الدوره الشهريه يعني مرحلة مهمة ماشي حنت صافي ما بقاش غتولد يعني بالنسبة للصحة ديالها وخاصة يعني في غياب الهرمونات بجوج بروجستيرون والاستروجين يعني هاد الهرمونات النسوية مهمين بزاف طبعا بالنسبة للسيدات فملي كينقصوا خاصنا نعوضوهم لا مي سورتو كو كاين واحد الحاجة الوغ الغاية ولا الهدف ماشي في الحياة اون جينيرال ماشي هو الإنجاب ماشي هو الأطفال باسكو الهدف والحياة هو الصحيحة هو فريمون لا سونتي لان خاصنا نهيئوا الشيخوخه ديالنا نهيئوا لا روتريت ديالنا الوغ كيفاش كنهيئولها كنهيئولها بيان افون سان غيان افوار افيك لو فات دافوار دي زونفون ولا دو با افوار دي زونفون باسكو ديجا خاصنا نعرفوا بان الا عندها وليدات ديجا خاصها صحيحه باش تكلف بهم الا ما عندهاش وليدات خاصها صحيحه اوسي باش تكلف بنفسها فوالا باش تمتع بهذيك المرحله بالضبط افيكتيمون الوغ كاين اوسي ما نساش في الاعراض زياده الوزن الوغ لا مينوبوز كتجيب لنا واحد الزياده ديال الوزن كي تري امبورطون علاش لان الاستروجين كيرفع من الميتابوليزم كيرفع من الحرق دونك ملي ما كيبقاش الميتابوليزم ما كيبقاش الاستروجين دونك الميتابوليزم كيتبطا وسورتو عندنا زياده الوزن في منطقه البطن علاش لان مع لا مينوبوز كتهبط لينا واحد الهرمون اللي سميتو لا ريزيستين واحد الهرمون اللي هو مقاوم لداء السكري وكتطلع لينا الانسولين دونك ملي كيطلع الانسولين وكتهبط لا ريزيستين كترى الناس كون ابل اون انسولينو ريزيستانس يعني واحد المرحله ما قبل داء السكري داكشي علاش كتلقاي بزاف الناس مع لا مينوبوز كتقول لك خرجت لها الكريشه هادو من علامات اوسي
الانقطاع الدورة الشهرية. فداك الشيء علاش مهم انه يعني السيدات في هذه الفترة بالتحديد مع انقطاع الدورة الشهرية يراجعوا الطبيب ديالهم، ضروري يديروا استشارة طبية عند اختصاصي في امراض النساء والتوليد باش يعني يعرفوا انه كاين بدائل، كاين علاجات اللي كتعوض هذاك الهرمونين. وي افكتيفمون واوسي باش يحسنوا اوسي من يدو تيب دو سانتي، كاين لا سانتي فيزيك وكاين لا سانتي مونتال، باسكو لا مينوبوز كتجيب معها اوسي الارق، الاكتئاب، المرض النفسي، القلق وكتجيب علاش كتجيب هذا الشيء؟ باسكو المراه ما كتبقاش تحس بالانوثه ديالها، وباسكو المراه كتغير فيزيكمون. يعني مثلا نهضروا اولا كيف ما قلنا على الضمور العضلي، سافادير الى 45 عام السيده بدات كتحس بان العضل ديالها بدا كيمشي، لابو ديالها بدات كترهل، الكريشه بدات كتخرج، اوسي كان واحد فقدان الوزن من المنطقه العلويه، سافادير كو الوجيه كي شويه كيضعف، كاين أوسي تساقط الشعر لأن الأستروجين مهم بالنسبة للابو، مهم بالنسبة للشعر. الأستروجين كيعطينا إفراز مادة الكولاجين، مادة الإلاستين، داكشي علاش ملي ما كيبقاش الأستروجين كترنى جفاف الجلد، كترنى تيبس المفاصل، وكترنى واحد الضعف سورتو في منطقة ديال الخدود وفي المنطقة ديال الصدر. يعني ضروري من استشارة طبية في هذه الفترة بالتحديد. إلا دخلنا مثلا في العلاجات أو البدائل اللي مناسبين أن السيدات يعني يهتموا بها. ألوغ هذه 21 سنة كنا كنسمعوا بالهرمونوثيرابي اللي هو البدائل يعني الهرمونية يعني اللي كنعوضوا بها داك فقدان الأستروجين والبروجستيرون. ألوغ كاين الكومباين اللي فيها البروجستيرون والأستروجين مجموعين. مثلا إلى السيدة كانت مزولة الرحم كنعطيوهم لها لي دو كومبيني، ولا كانت السيدة باقي عندها الرحم ديالها فحنا كنعطيوها غيان كولوستروجين. مي دابا كاين اون غروند بوليميك على هاد الدواء، يعني كاين بزاف ديال الهضره بان كيقولوا بان هاد الدواء الاثار لي كومبليكاسيون ديالو سايد افيكت ديالو اكثر من المنافع ديالو. الوغ اون تيت دو ليست يعني ما بين المسببات ديال هاد الدواء هو سرطانات الثدي. نورمالمون خصك تعطيه لو باسيون تتاكد بان ما عنده حتى شي حاله من سرطان الثدي لا قريبه ولا بعيده في الاسره. مي دابا مالوغوزمون في هاد السنين الاخيره ولينا كنلاحظوا بان واحد 80% ديال الاسر كنلقاو عندهم حالات ديال سرطان ديال الثدي، با فورسيمون قريب مي اوسي بعيد، اون كوزين الوانيي، هادوك خصنا ناخذهم بعين الاعتبار. دونك الا كان هو كيسبب سرطان الثدي ما خصنا نتاكدوا بان جينيا ما كاينش سرطان الثدي. الوغ اوسي كيدير لينا الاورام في القدمين ريسك دو فليبيت، كيدير سكتات دماغيه، كيدير جلطات، يعني دوك المضاعفات ديالو اكثر من افكتيفمون. داكشي علاش ربما السيدات كانوا كيتخوفوا منه يعني في ديك الفتره على اساس انهم وي. الوغ باغ كونط دابا ظهرت واحد يعني مثلا اولا بالنسبه للجفاف ديال المهبال، بالنسبه للشعور بالالم كاين سكون ابل لوستروجين فاجينال، يعني الاستروجين المهبالي هو واحد لي زوفول كبسولات كنعطيوهم للسيده باش كترطب هذيك المنطقه باش امو كنتخلصوا من داك المشكل ديال الجفاف. الوغ بالنسبه للقلق والاكتئاب ولا الديبريشن كنعطيوها الدواء ديال الاكتئاب ديالها ديال القلق ديالها باش كنهبطوا شويه من داك اللي ولاو اكثريتهم يعني من اعشاب من مابقاش يعني بحال الاول يعني باس دو بلونت افكتيفمون. وسي كاين الهيربال تريتمنت لو تريتمون كي ا باس دو بلونت اللي هو رائع زعما فرانشمون، اللي عطى لي زيفي ديالو ما عنده حتى شي اثر جانبي. كاين وسي واحد التقنيه جديده بدات كتدخل دابا المغرب اللي هي الاكوبانكتشر اللي هو الوخز بالابر الصينيه. الوغ حتى هي عندها فعاليه بالنسبه لهذه المرحله ديال النساء، هي عندها فعاليه في بزاف ديال الامراض في موضوعنا مثلا اليوم في تاع الدوره الشهريه وفي يعني في لو ام اس، يعني في اكبر اوتوريتي ديال لا سانتي في اوروبا، يعني كيعترفوا بالاكوبانكتشر كطب، يعني ماشي كطب بديل مي كطب، يعني كيستعملوه في لي غران زوبيتو. بالنسبه للموضوع ديالنا ديال اليوم هو كيتستعمل يعني اون تيت دو ليست، علاش؟ لانه كيهبط من دوك الفلاشات من داك الهبات الساخنه، كينقص من التعرق الليلي، كيحيد الارق، الوغ كينقص من الاعراض افكتيفمون، كينقص سورتو من الاعراض افكتيفمون، لان دوك الابر الصينيه فهي كتموضع في واحد الاماكن المعينه اللي كتاثر على هاد لي سونتر ديال الاعراض.
إذا مستمعنا أكيد مثل المواصلين رفقة الدكتورة صابرين شوي طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري أخصائية في التغذية والحمية الصحية. اليوم كنتكلموا على انقطاع الدورة الشهرية، مازالين غادي نرجعوا باش نتكلموا على شنو هي التغذية المناسبة لتعويض الهرمونات النسوية. فغادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا مباشرة لاستقبال مكالمتكم الهاتفية. إذا عندكم أي تساؤلات طبية تواصلوا معنا دابا على 0522 88 00 61 61 62. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال برنامج لامولاتي ورفقة الدكتورة صابرين شوي طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري أخصائية في التغذية وفي الحمية الصحية. كنتكلموا اليوم على انقطاع الدورة الشهرية، وإلا سمحتي دكتورة قبل ما ناخذ المكالمات الهاتفية نكملوا يعني في العلاجات الطبية المقترحة يعني بالنسبة للأدوية كيف ما نكملوا. ألوغ كاين أدوية ديال هشاشة العظام نوطامون يعني بسيف. مكملات غذائية اللي غنيين بالكالسيوم والفيتامين دي باش نتفاداو الكسور، وسورتو كاين واحد التريتمون جداد لي زوينين سي لي بيفوسفونات دو كالسيوم مزيانين. يعني السيده كتاخذ كينه واحده في الاسبوع هي كافيه باش كتجدد لها المخزون ديال الكالسيوم بيان سور بعد استشارات الطبيب ديالها. هادو متوفرين دابا حاليا ولا مازال كاينين؟ نو كاينين دو بي دي زاني، ولكن بعد استشاره طبيه الطبيب ديالها باش يخرجهم لها. واخا هادو من بين العلاجات رغم ما ننساش اوسي باسكو كنهضروا بزاف على سن لا مينوبوز عند النساء، الوغ كاين اوسي لا مينوبوز عند الرجال اللي كنسميوها لوندروبوز. الوغ اللي كتجي في الخمسينات عند الرجال كتجي من 50 حتى 56 سنه. الوغ ملي الراجل كيطرا له واحد النقصان في الهرمون الذكوري لا تيستوستيرون يعني هو كتهبط عنده داك الهرمون عند الرجال. يعني عند الرجال كيقدر انه يولد جوستومون اختلاف ان المرأة كيهبط عندها الأستروجين ولكن ما كتبقاش قادرة تولد، مي الراجل كيهبط عنده التستوستيرون ولكن كيبقى قادر على الإنجاب، غير هو كيشاركها في بعض الأعراض، مثلا في السلاسل البولي كيولي عنده سلاسل بولي، زيادة الوزن في منطقة البطن، أمراض القلب والأوعية الدموية، ارتفاع ضغط الدم، هشاشة العظام، دونك كيشاركها في هاد لي سامبتوم. وسي عندنا نوع من الصلع، كاين بزاف ديال الرجال كيصلعوا في ديك المرحلة. وي والمرأة كيجيها القلق وكيجيها الاكتئاب وكيجيها الياس، داكشي علاش سموه سي الياس باسكو عند بالها راه الحياه صافي سي تيرميني. باغ كونتر الراجل كتجي المراهقه المتاخره، راه هما فسروا بان المراهقه المتاخره عند بعض الرجال جون جينيراليز با عند بعض انواع الرجال فهي كتفسر بالهرمون تيستوستيرون اللي كيهبط بلوندروبوز بلا مينوبوز ديالته اللي هي لوندروبوز وبعامل نفسي ان داك العواقب النفسيه والعصبيه اللي كتبان على الجنس الذكوري كتبان في حاله ديال المراهقه متاخره. في نقص هذاك الهرمون الرجالي يعني حوشته هو كي كتنقص حتى ديك الرغبه مثلا يعني فيني في العلاقه الحميميه مع الزوجه ولا الوغ عند الرجال لا ما كتنقص الرغبه، ماشي نظرا لنقصان التستوستيرون كتقدر تنقص نظرا الى جه السكر لان عندنا زياده الوزن لوندروبوز كتقدر تنقص الى ارتفع عليه ضغط الدم جات ليبرتونسيون ارتيريال مي ماشي نقصان لا تستوستيرون يعني كتكون راجعه للعوارض الطبيه اخرى. الطبيه اخرى افكتيم. واخا غادي ناخذ سعاد من الدار البيضاء. الو السلام عليكم اختي. وعليكم السلام ورحمه الله. انا بخير بحال هكا الحمد لله. الله يبارك فيك سعاد مرحبا. مبروك اختي على هذا البرنامج. مرحبا الطبيبه اللي كنستافدوا منها. مرحبا لاله. انا حامله أيه. وعندي فقر الدم وملي دوزت هاد الايامات يلا درت التحاليل لقيت عندي 11 فقر الدم وقالت لي راك ضعيفه بزاف. وي وقلت زعما شي حاجه طبيعيه هكا كندير داك داك فاني ديال فقر الدم كنشربوا وحده صباح وحده بالليل. وي ولكن حاجه كيدير ليا الرضا هذا كاع ديال الصباح مع اصلا عندي داك المشكل ديال المعده. وي دابا اللي كريتها حاجه كتردها. انا اصلا عندي هذا ماشي زعما غير في الحمل المعده. داكوغ الوغ غتقول اولا الطبيبه ديالك باش تبدل لك ديك الكينه، عطاتك الكينه اللي هي غوز. لا هذيك كنت كنشربها وبدلاتها لي بواحده اخرى. داكوغ غتقول لها تعطيك قويه. واخا غتقول لها تحيد لك الكينه وتعطيك واحد الحديد اللي كيتشرب اللي كاين فواحد القرعات صغيورين صغار حمرين. حمرين داكوغ كيتشرب هو كيتشرب ما كيديرش الريفلكس دو فوميزمون يعني ما كيديرش الرده. قولها حيت كيجيني يعني برده تبدل لك داك الفاني بهذوك القرعات حمرين ديال واحد القرعات صغيورين حمرين. انا ما نقدرش نقول لك الاسم ديالهم ولكن راه معروفين. داكوغ وانا غنقول لك واحد المجموعه ديال الاشياء تقدري تساعدي بها اللي كيطلعوا خزانه الحديد. واخا الله يرحمها ولكن ما تجاوبنيش تنقطع ياك. يلا واخا الله يرحمها ليدي. اسمعنا اييه سعاد
عافاك بغيتك تسولي ليا لا حوريه نهار واخا شوفي سعاد خليك معنا نرجعك للستوندار وخلي التساؤل ديالك واخا باش نربحوا الوقت. الله يمتعك بالسلامه ان شاء الله. خليك معنا سعاد. نواصلوا معنا مكالمه اخرى. معنا زبيده من فاس. الو الو السلام عليكم زبيده. السلام عليكم لاله. الله يبارك فيك. مرحبا. بزاف بزاف انا سمعت لو تام ديال الموضوع والله العظيم الا ما خرجت ما والو يعني جلست في الدار ديناك انا محتاجه لهذا الموضوع. ايوا واخا حرت مع وداكشي اللي قالت الطبيبه من الديبي ديال الموضوع كله كينطبق عليا هكا منو الذاكره هذه صافي 4 موا بعدا مشات لي لاغل وي والذاكره رجعت كنسى وي هي اللي ماشي من عادتي وتيجيني الوسواس داكو والهشاشه حسيت ليها العظم ديالي كيضروني وي والكرش تدلات وي هادي والحاجه اللي ما عرفتش اين الطبيب غنمشي واش نمشي للجينيكو ولا نمشي لطبيب التغذيه وقلتي لي قلتي واحد التريتمون دابا ديال الكالسيوم والكالسيوم وي يعني حرت ما عرفتش فين نمشي وي ترشديني الله يكثر خيرك. مرحبا. شحال السن ديالك يا شريف؟ هو دابا 53 دابا انا عندي داكو 53 واخ داك انا جو ريبون تو الاذاعه كنشكرها يعني انا اكرو ليها كنموت على بارك الله فيك بالخير يسمى الله يعاونكم. امين. شكرا جزيلا. شكرا الله يبارك فيك لاله خطيك. الوغ شريفه عندها 53 سنه هذه اللي فاتكم جات لها هذه 4 شهور سي اون بون شوز يعني هذا هو السن يعني ديال لا مينوبوز يعني ما كتعانيش من المينوبوز مزيان. الوغ انا كنصحها باش تمشي عند جينيكو هو الاول. الوغ جينيكو باش يشوف لها لي طابع ديال الرحم وديال المهبل ويشوف واش كاين ديزانفيكسيون ولا واش كاين التهابات ويعطيها ديك يعطيها الاستروجين المهبلي يعطيها بعض الكريمات اللي كدير اللي كتكون بحال ديال لوبريفيون ويعطيها طلب منه ان بيلون داناليز يعني طلب منه ان بي اش او افيك كالسيمي يعني الكالسيوم الفيتامين دي يعطيها بان بيلون داناليز. ملي يخرج لو بيلون داناليز غتمشي عند طبيب ديال التغذيه. طبيب ديال التغذيه اللي غيقول لها باش شنو الاشياء اللي تقدر تركز عليهم اكثر في هذه الفتره فوالا تركز عليهم اكثر في هذه المرحله. الوغ اولا غنجاوب السيده اللي حبله واللي عندها فقر الدم. الوغ انا تركز لي بزاف على البربه. الوغ تركز بزاف على اي حاجه فيها ليكوبين يعني مطيشه لا طوماط خيزو القرعه الحمراء الرمان الزنجلان العسل الاسود السفرد البيض البومب لو موس. ونتمنى ترجع الحلقات السابقه اللي درنا على فقر الدم اللي عطينا فيها عصائر ومشروبات. الوغ بالنسبه للسيده اللي المستمعه الثانيه اللي كتعاني دابا من لا مينوبوز انا غنقول واحد لا ليست ديال لي زاليمون اللي خاصين بجميع الناس غادي نبداو فيهم لا سمحتي لانه للاسف مابقاش لنا الوقت. الوغ اولا يعني نبداو بالتغذيه الوغ اون تيت دو ليست خصنا اي نبات غني بالفيتو استروجين يعني الفيتو استروجينات هي استروجينات نباتيه اللي كتعوض داك الاستروجين اللي مشى في لا مينوبوز. فين كاينين لي فيتو استروجين؟ الوغ ملك لي فيتو استروجين هو زريعه البسباس. الوغ زريعه البسباس هي لو توب 10 ديال الزرع اللي غنيه باللي فيتو استروجين. الوغ من بعد منها عندنا الزنجلان عندنا النافع الوغ عندنا الشيح ولا يسمى بلاغمواز عندنا زريعه الكتان. زريعه الكتان واخا داكوغ هادو اللي ذكرتي زريعه البسباس الزنجلان والنافع وزريعه الكتان وي. يعني بسهوله كيمكننا اننا ناكلوهم يعني في التغذيه ديالنا. بالنسبه للشيح كيبقى دائما يعني الوغ الشيح كيتستعمل سو جوج استعمال يعني جوج استعمالات غير هو صعيب اكلا لانه ماشي كلشي كيصلح ليه مثلا. الوغ هو الشيح يدير الدوره الشهريه يعني مثلا بالنسبه لهاد السيده اللي يلاه مشات لها ب 4 شهور ما نقدروش نقولوا شنو فغي مينوبوز يلاه الي اون اون تخان دو فيغ سا مينوبوز كتكمل 12 شهر داكو. الوغ الا كانت غترجع الدوره الشهريه فالشيح غيعاود يرجعها لها لانه يدير الدوره الدمويه. الوغ اما تشربوا يعني ديروا اونتيزان داكو هو اوسي عنده واحد لا فيرتو سي كو سي انتي سيبتيك يعني كيتستعمل باش كينقي من الالتهابات المهبليه بحال الخزامه بحال كيف كنديروا يعني ممكن حتى انه يعني تغلي داك الشيح وي تغلي داك الشيح مثلا ودير بونسمون مثلا اللي هو معقد دي كومبريس ستيريل وي تماما وتحطهم في هذاك الماء وتحاول يعني تقطرهم وي تقطرهم وديرهم يعني في المهبل ايفيكتيفمون فهما كي سون تري انتيسيبتيك. الوغ كاين اوسي مشروب الزنجبيل مشروب القرفه كاين الحلبه وانا كنوصي الناس باش كيشربوا باش يشربوا الحلبه قبل النوم لانك تحسن من الدوره الدمويه اثناء الليل يعني اما يسفوها اما ياخذوها هكا في مشروب انا كنفضلها في مشروب سخون بيان سور. الوغ كاين اوسي المسكه الحره
فهي هي كتعدل دوك لي فيتو اوستروجين. المسكه الحره معاك الصراحه عرفنا الفوائد ديالها كثير، لانه بزاف الحلقات على حسب الامراض كندخلوها، ولكن للاسف حنا كنديروها غير في يعني في الحويجات اللي واخده اللوز مثلا، ما متعوديش على نديروها مع الماء يعني الوغ كاين واحد انه بزاف يعني المشارقه كيستعملوها بزاف. الوغ كاين واحد التيبس اللي هو زويون، سكو كنقبطوا المسكه الحره وكنخلطوها من العسل الحر. داكو يعني كنطحوها فوالا ونغطيها مع العسل الحر، وكنديروها في لي باركيطا غلاسون. اييه كنديروها في الثلاجه باردين في الثلاجه، وكنستعملوها كوم دي غلاسون يعني اي عصير درناه ولا اي حاجه غنحليو، ولا مثلا ايس تي يعني الشاي المبرد ولا نستعملوا فيه هذوك لي غلاس. وكنتكلموا على مسكه حره طبيعيه. وي افيكتيفمون. الوغ كاين اوسي الحمص هو غني جدا 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 بلي فيتو اوستروجين. كاين الثوم، كاين الجزر، كاين لي فخوي روج. ملي كنقول لي فخوي روج فهو ما دخلش فيهم لي فخيز، فهما فيهم البلوبري والرازبري يعني حبل الملوك، توت البري، توت البري وحبل الملوك لا ما دخل نو توت البري بجميع الانواع ديالو، سواء داك يعني لي فرامبواز ولا لي ميرتي اللي كيكونوا شويه كحل. الوغ كاين اوسي واحد العشب اللي هو واحد لا بلونت هي شينواز اللي هو جينسينغ، اللي تهو كيطلع من لي زوستروجين، جد مفيد. الوغ ما عندناش في المغرب على شكل عشبه، ما كاين عندنا على شكل مكمل غذائي. الوغ كاين اوسي النخاله لو سون، اي نخاله لو سون دو بلي ولا دافوان ولا دورج، غنيه بماده لينيانين وماده ليغنانات اللي هما كيبروتيجيو كونتر لو كانسير دو سان. الوغ نركزو اوسي على ماكولات غنيه بفيتامين ا بالفيتامين بي بلي زوميغا 3 وباليود. لي زوميغا 3 كاينين في الاسماك، دونك نركزو بزاف على الاسماك. الوغ كاين واحد المشروب اوسي اللي هو اكليل الجبل اليزير اللي تري بيان، يعني جوج كويسات ثلاثه في النهار نداوموا عليهم في الفتره اللي انقطعت فيها الدوره الشهريه. كاين اوسي السلميه لا سوج كي تري امبورطون، منظم هرموني من الدرجه الاولى. كاين اوسي لا باباي ولا زريعه الباباي، كاين زريعه البوتيرون ولا القرعه الحمراء لي بيبان دو كورش، كاين الكرافس ولا زريعه الكرافس. كاين الزرارع مثلا شنو الاستعمالات ديالهم؟ واش نطحنوهم على العسل ناخذوهم ولا نديرهم في الماء؟ الوغ اما يطحنوهم مع العسل وياخذوهم، اما يديرهم كوم تيزان يعني في الماء مغليا. هي خصنا نردوا البال واحد الحويجه، سي كو ملي كنكونسوميو الزرارع بجميع انواعها خصي تشرب الماء ضعف كميه الماء اللي كتشرب الماء العادي خلال اليوم. علاش؟ لان الزرارع فهما كيديروا نوع من الامتصاص ديال المياه الداخليه، دونك كيطرا واحد النوع من الجفاف. دونك خصي تكونسومي غروند كونتيتي دو. كاين اوسي المعدنوس، الوغ 50 غرام ديال المعدنوس طري مع كويس الماء الدافيه كيدير الاضرار الدوره الشهريه. وواحد المعلومه اللي هي مزيونه بالنسبه للمالادي سيلياك، بالنسبه للناس حساسيه الجلوتين، وي اللي عندهم حساسيه الجلوتين، فهما يعني هما نوع من النساء اللي كيجيهم لا مينوبوز تارديف يعني اللي كتعطل. داروا واحد الدراسات عليهم لقوا بان السر هو الذره الصفراء سويت كورن، داك الذره ديال العادي لو فيت ولا المايس لو فيت هما كياكلوا غيان كو الذره ما كياكلوش الجلوتين، فالذره فيها لي زوستروجين والذره كتنظم الهرمونات. يعني اما ياكلوها على شكل بوب كورن ولكن ما يكونش بالملحه، ولا على شكل سوب. يعني مثلا كنا غنديروا لا سوب ديال الذره الصفراء فنديروا معها الكرافس، نديروا معها المعدنوس باش كما غنطلعوا لي زوستروجين. حاجه اخرى اوسي كاين الصوجا، يعني نبته الصويا دابا راه كاينه متوفره، اما على شكل طري نصيبوها بحال الفاصوليا البيضاء، ولا كاين الجبن ديالها اللي هو لو توفو، ولا كاين الحليب ديالها. غير هي اوسي الصويا مفيده جدا. نردوا البال من حاجه وحده، سكو كتزيد بامتصاص الدهون، يعني كدير واحد اكتساب من الوزن، يعني الناس اللي هما ديجا عندهم الوزن يردوا البال من ياخذوها. ودوزيامون هي غنيه جدا جدا بالفيتو اوستروجين، دونك الشخص ولا المراه اللي عندها دي زونتيدون فاميليو شي واحد فيه كونسير دو سان خاصها ترد البال وما تاخذهاش. يعني السيدات في هذه الفتره على العموم ضروري انهم يديروا استشاره طبيه باش ياخذوا الهرمونات العلاجات الطبيعيه اللي ذكرتي ويعني الطبيه، وفي نفس الوقت هذه التغذيه كلها يركزوا عليها. والمراه ملي تكون جالسه بدل ما انه تشرب اتاي ولا قهوه يعني تبدل بهذه المشروبات، مره الزنجلان، مره زريعه البسباس، مره يعني وانا كنفضل بان تبدا هذا الشيء تو يعني قبل ما تنقطع عليها الدوره الشهريه، يعني بحال في الثلاثينات تبدل العادات الغذائيه ديالها وتركز على هذا الشيء اللي قلنا. الوغ ما ننساش حاجه اخرى، كاين اوسي الشعير لان فيه تريبتوفان،
التريبتوفان اللي هو بريكورسور لا سيروتونين. حنا كنعرفوا بان القلق ولا الارق ولا الاكتئاب ناتج عن نقص ماده السعاده اللي هي السيروتونين. دونك الشعير كيرد لينا داك لا سيروتونين وكيعاود يرفع لنا دونك الماء ديال الشعير ولا الحسوه ديال الشعير ولا التلبينه لانها هي يعني حنا كنعرفوها من ليبوك ديال الرسول عليه الصلاه والسلام لان كانوا كيفطروا بالتلبينه مع العسل الاسود ومع زيت الزيتون. دونك هي غنيه بالتريبتوفان بالسيروتونين هذيك التلبينه، غنيه بالكالسيوم، غنيه بالحديد، وغنيه بالاستروجينات. تبارك الله عليك وشكرا لك بزاف دكتوره صابرين الشيوي على كل هاد النصائح اللي قدمتي لنا اليوم في موضوعنا حول انقطاع الدوره الشهريه. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا.